صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن أهل السنة يثبتون أن لله تعالى يدين، فهل من عقيدتهم أن أصابع الله تعالى في يده؟ أنا أقول لكم لا تدخلوا في المسائل هذه، أثبتوا النصوص كما جاءت. قد جاءت النصوص بإثبات اليدين لله وإثبات الأصابع، كما في آخر كتاب التوحيد أن الله يجعل الأرض الثرى على أصبع والشجر على أصبع وإلى آخره، إلى أن ذكر 5 أصابع. هذا موجود في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فتثبت الأصابع لله عز وجل. نعم.